انت ضربة الجزاء بتتكلم عن ديت. ضربة الجزاء بتاعت المقاولين العرب النهارده؟ اه طبعا طبعا، الحارس بيشاور لفاروق هيشوطها فين وبيترمي الناحية التانية، واضحة جدا يعني. هعرضها لك، بس يعني هعرضها لك اه يعني. انا اتمنى اكون حضرتك شفتها يعني. هعرضها لك بس طبعا هي عاملة جدل كبير قوي على السوشيال ميديا تاخد بالك، بس تلات ارباع حراس المرمى، تلات ارباعهم بيقعدوا يشاوروا للعيبه لا لا كده، لا 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 لا، العب في ان الزاويه، في فرق، في فرق ان العب انا في الزاويه اشاور دي مثلا ويقعد للمهاجم عشان استفزه او عشان خاطر ان انا اوتره، لا دي واضحة، يعني، دي يعني واضحة عشان والله، دي برضو ابقى بيعمل انا ايماءة كده يعني بشكل ما اديني حدش فرصه كتير اتكلم، يلاحظه اديني فرصه اتكلم معاك يعني عشان ايه. برضو نبقى بنطرح وجهه النظر التانيه. ما انا هقول لحضرتك يا يعني استاذ لو انت فايزي، اللي تفتكر حضرتك برضو بتتكلم فيها ديت، اللي حضرتك فان بتتكلم دايك فيها ديت حارس المرمى، بتبقى واضحة السنه اللي فاتت شاور له على المكان اللي لعب فيه ضربه الجزاء. انا فاكر كان، اعتقد كان كان ليفربول وتشيلسي، كان مندي شاور له على او كيبا تقريبا، مش فاكر بالظبط كان مين، كان كيبا وشاور له على المكان بتاع ضربه الجزاء، ففان دايك حطها له في نفس الزاويه، لا دي غير دي خالص، في فرق ان انا ومارتينيز استفز. برضو في كوبا امريكا عمل نفس اللقطه. لا لا، في يعني فرق ان انا استفز مثلا انا الفورورد هجيب اللي لك قدامي او اللقطه برضو المهاجم. عشان انا كده، انا بص خد بالك انا مش بحجر عليك، انا بتناقش معاك ومش بحجر على رايك ولا بمنعك انك تقول انا رايك، عارف يا كابتن، انا حضرتك حضرتك بتناقش شخصيا معاك مناقشه فقط لا غير، وبعرض حضرتك لك وجهه محايد النظر. وعلى مسافة واحدة من الأندية ربنا كلها، يبارك ودي في حاجة احنا عمرك، ربنا بنسعد يبارك يعني. في عمرك. انا هعرض لك كمان اللقطه واسيبك اتعقب بقى عليها، انا بس كده انا بتناقش مع للاسف حضرتك. مش اتفضل. قدامي التلفزيون يعني، طيب انا انا مش بعرض قدامي برضو التلفزيون اللقطه دلوقتي. للمشاهد، ممكن ما تكونش ممكن تكون فاتته، يبقى برضو المشاهد برضو عنده حكم. طب اتفضل وانا اسال حضرتك انت اتفضل بصفتك مشاهد بقى اتفضل. يعني، انا عايز رد فعل حضرتك انت يعني، خليك مركز مع حارس المرمى كده، شوف ديت استفزاز لفاروقه مثلا او للراجل اللي هيحط ضربه الجزاء، ولا انا بقول له حطها هنا يعني. انت حضرتك انت هتقول لي رايك بكل صراحه، انا متاكد من كده يعني. سؤالنا تاني يا شباب، اصل خد بالك اصل بتحتمل كل حاجه، يعني بتحتمل كل حاجه، بتحتمل ان هو بيستفزه بعد، يعني لا لا تحتمل لا، باينة اصل قوي والله يا كابتن إبراهيم. تلات ارباع الحراس بيعملوا الحركه ديت. يعني انا مش عايز ادخل، في نواياه، يعني مش عايز ادخل في نواياه. يعني هو بص بيشاور، على المكان. هو مش بيشاور، هو بيعمل إيحاء أو إيماءة كده إن أنا يعني أنت حطها هنا. طيب اذا انت شايف ده من وجهه نظرك إنه هو مقصود ومتعمد، ما هي إجراءاتكم اللي أنتوا ناويين تتخذوها؟ الأول طبعا إحنا هنخاطب الرابطة، يعني احنا عشان بس لما نوصل أبقى بناقشك في الجزئية اللي حضرتك عايز تروح لها، إذا أنت طيب تشكك احنا في، الاول، احنا الاول نزاهة التسجيل، وتشكك في نزاهة حارس المرمى، وتدفع بأن هناك أمر ما ارتكب خلال ضربة الجزاء دي، ماشي كده؟ عايز احنا بقى أعرف إيه اللي أنتوا ناويين تعملوه بناءً على هذا الاعتبار اللي أنتوا اول اتكلموا فيه. حاجة طبعا احنا هنخاطب الرابطة بحكم ان هي المنوطة بإدارة المسابقة. الخطوة التانية احنا ان شاء الله هناخد برضو اجراءات تصعيدية تانية، هنبعت يعني برضو الفيديو ده للاتحاد الدولي، واحنا برضو يعني احنا برضو بندور على حقنا يعني، احنا ده ابسط حقوقنا يعني. احنا مش هنتكلم بقى يعني ان احنا كنادي ايسترن كومباني احنا النادي الوحيد يا كابتن ابراهيم اللي ما تعملوش اعلان على التيشيرت بتاعه.